حكم قراءة البسملة قبل قراءة القرآن؟ مستحبة قراءة البسملة قبل السورة مستحبة. ما حكم ترديد عبارات الاستحسان وراء قارئ القرآن عندما يختم كل آية؟ هذا لا يجوز، يعني رفع الصوت بكلمة الله الله أو ما أشبه أو ما شاء الله أو كما يفعل في بعض البلاد، لأن هذا يتنافى مع الإنصاح. الله تعالى يقول: وإذا قرا القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وكذلك هذا يبعث العجب في نفس القارئ، قد يحمله على الرياء والعياذ بالله، فهذا أمر لا يجوز. جزاكم الله خيرا.